اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ثم أما بعد فلا زال الحديث موصولا بحاشية الصفتي على الجواهر الزكية في حل في حل ألفاظ العشماوية في الفقه المالكي وما زلنا في باب نواقض الوضوء وقد وقفنا عند انتقاض الوضوء بالردة حين قال المصنف رحمه الله وينتقض الوضوء ايضا بالرده ووقفنا عند تعريف الرده وهو ان يكفر بعد اسلامه والعياذ بالله تعالى لانها تحبط عمله والوضوء من جمله العمل قوله وهو أن يكفر تعريف الردة يعني وهو أن يكفر بعد إسلامه قوله الشيخ الصفتي يقول كذا في بعض النسخ بالتذكير وهو أن يكفر مراعاة للخبر الذي هو قوله أن يكفر يعني كأنه يعرف الردة بأنها الكفر وهو أن يكفر بعد إسلامه يعني الافضل ان يقول وهي اي الرده وفي بعضها وهي بالتانيث نظرا مرجع الضمير للرده لكن وهو ان يكفر يبقى بناء على انها راجعه الضمير راجع للكفر مراعاة للخبر يعني وقوله وهو ان يكفر اي ثم يعود إلى الإسلام يعني هو متوضئ وكفر وارتد وهو أي ثم يعود إلى الإسلام ومثال الكفر بعد الإسلام أن يقول أن يقول المتوضع أو المسلم المرتد هو مشرك هو دي معناها أنا يعني بس هم العلماء بيتحاشوا كلمة أنا الشيخ الدردين برضه في باب الطلاق يقول ايه كان يقول عليه الطلاق لكن هي الياء الاصل ان يقول عليه لكن هو يقول عليه <applause> برضه تحاشيا لحكايه مثلا قول المطلق او قول المرتد <applause> ولذلك حتى دي ماخوذه ما من كلام النبي عليه الصلاه والسلام <applause> في الحديث من قال هو كافر فهو كما قال وان عاد الى الاسلام لا يعود سالما يعني اللي يقول انا كذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال هو كافر او قال هو يهودي او قال هو نصراني فهو كما قال يعني كفر حتى وان رجع لا يعود سالما ليه لان اشركت لحظه لا عمله يعني واحد عامل ستين سنة ثم كفر أو ارتد ضاع إيه ثواب عمله يبقى حتى لو رجع للإسلام لا يعود إيه لا يعود سالما يعني يعود خاسرا يعود خاسرا لأن القرآن قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك أي ثواب عملك وهنا يقول ومثال الكفر يعني بما تكون الرده يعني مثال الكفر بعد الاسلام ان يقول هو مشرك او يلقي مصحفا في قذر يعني يمسك المصحف يرميه في وسط القاذورات ولذلك العلماء يقولوا ايه من وجد مصحفا في قاذورات يجب عليه أن يأخذه من القاذورات وإن كان غير متوضئ وإن كان جنبا يعني لا ينتظر الوضوء ولا ينتظر الغسل ولا يتيمم مع أن التيمم لا يستغرق أكثر من دقيقة ضربة لوجهه ويديه لا قال لأنه يعني بقاء المصحف في القاذورات أعظم من مسه من غير وضوء ولا تيمم أو يكون جنبا. قال ولأن الرضا ببقاء المصحف في القاذورات نفسه كفر يعني يأخذه بسرعة ولا ينتظر إزالة الحدث لا الأصغر ولا الأكبر. يمسكه ويعينه في مكان طاهر. يعني ده من ضمن ايه الردة اللي هو ايه القاء المصحف في القاذورات او تركه في قاذورات راى مصحفا او ورقة مصحف في قاذورات ولم يرفعها كفر ها ايه جائز لا جاهز لا يعني حرق المصحف حرق المصاحف مثلا اللي هي يعني قلت هلكت اوراقها ويعني صارت غير صالحة للقراءة قال يعني الإمام أحمد سئل هل يجوز حرق المصحف قال نعم أحرق عثمان المصاحف بعد أن كتب المصحف الأم والمصاحف الأخرى الستة اللي هم وزعهم على البلدان وأحرق كل المصاحف بعد ذلك قال يعني يحرق ويدفن رماده في مكان طاهر لا تدوسه الأقدام أو تزر يزر الرماد في البحر في البحر يدوب في المية أيوة لو أيوة لو لو أحرق المصحف استهزاء به وإنكارا له أو وضع رجله عليه أو فعل أي فعل مع المصحف يتنافى هذه ردة ردة قولا واحدا والتحريف فيه كذلك برضو يحرفون الكلمة عن مواضيع برضو لو يعني أحيانا إيه يكتبون مصاحف ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه بس يشيل كلمة إيه غير الإسلام يشيل غير وكم أنت لو قرأت معركة المصحف في العالم الإسلامي للشيخ محمد غزال رحمه الله تجد فيها العجب يعني يا ما يعني حكت مؤامرات حول المصحف ولكن كلها باءت بالإيه باقت بالفشل والطائرة اللي كان مرة احترقت في الجو ونزلت ولم يبق منها إلا المصحف لم تمسه النار يعني من ضمن الآيات سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم يعني الطيارة أحرقت كلها لم يجدوا إلا مصحفا لم تمسه النار آه سبحان الله ومن ضمن أو يسب الله تعالى من ضمن الردة أو يسب الله تعالى أو يسب نبيا مجمعا على نبوته يعني الناس الآن فيهم من يسب الله تعالى ويسب دين الله أو يسبوا إيه نبيا مجمعا على نبوته أو ملكا مجمعا على ملكية كل ده يعتبر إيه من الكفر هذا من الكفر والعياذ بالله وبيبين يعني كيف تكون الردة ليس مطلق إيه أنه يعني أنكر معلومة من الدين بالضرورة فقط لا في أفعال في أقوال وفي إيه أفعال <applause> قوله طبعا والعياذ بالله تعالى للتحصن العياذ من العوز من الايه من العوز الالتجاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني التجئ إلى الله من الشيطان الرجيم حين يتحصن بالله يعني أن يحفظه من إيه؟ من الوقوع في الردة اللهم احفظنا من ذلك الردة ليست من الأحداث وإنما غير الأحداث وغير الأسباب إنما هي شيء آخر قال فتبطله الردة وكذا الغسل من جمله العمل فتبطله الردة كما في حاشيه الخرشي احنا قلنا كمان بتبطل الحج والصلاه والنذور كما قلنا في التفسير يعني عندنا احنا في المالكيه يعيد الحج يعيد الحج لانه بطل كما يعيد الوضوء ويعيد الغسل لأن كل هذه عبادات وكل عبادة تبطل كل عمل, عمل عمله في الإسلام وهو مسلم وارتد بطل عمل قال وكما في حاشية الخرشي وقرره شيخنا خلافا لما في الحاشية هنا من أنها لا تبطله ولكن الذي اعتمده العلامة البناني في حاشيته على كبير الزرقاني أن الغسل لا يبطل بالردة إلا بموجب لم يغتسل له اللي هو الجنابة أو الإيه أو الاحتلام قال والفرق بين الوضوء والغسل أن الوضوء معلق بالقيام للصلاة لقوله الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم بخلاف الغسل فانه معلق بالجنابه قالوا ان كنتم جنبا فطهروا يعني عايز يقول في يعني في خلاف بين الوضوء والغسل والاحباط العام في الثواب لامضاء ما فعل فليحرر يعني عايز يقول انه اذا لم تحصل اذا لم يحصل للغسل انتقاض بجماع أو احتلام يبقى لا داعي يعني أن يغتسل هم طبعا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان تأتي الوفود الكافرة تسلم فكانوا لا يأمرهم بالغسل كانوا لا يأمرهم بالغسل وإلا كان مثلا الوفد يجي كبير مئة مئتان ثلاث لا يقول لهم قوموا واغتسلوا ده دليل على أنه إيه لو كان الغسل واجبا عليهم لأمرهم لا لكن هناك سمامة ابن أسال اللي هو سيد أهل اليمامة لما يعني ربطه صلى الله عليه وسلم في المسجد ومكث ثلاثة أيام ثم في اليوم الثالث كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه يعني يقول له ماذا عندك يا سمام يقول له يعني يا سمام إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن أردت من المال شيئا فاسأله اللي انت عايزه بس في اليوم الثالث طبعا ايه شرح الله صلى الله عليه وسلم فانطلق الى نخل قريب من المسجد فايه اغتسل وجه اغتسل وجه اه. فدي ده دليل المالكيه على انه الراجح عندهم انه ايه أن الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل فمن باب أولى المرتد من باب أولى المرتد عايز يقول إن 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 الوضوء طهارة والغسل طهار هذا طه... هذه طهارة إيه؟ صغرى الوضوء وال... والغسل طهارة إيه؟ كبرى عايز يقول يبقى لا تفريق بينهم والصلاة لا تصح الصلاة لا تصح إلا بالإثنين هات خليه يجيب إيش ماشي حتى تعال بسم الله يجيبوا اي حاجه يبقى راي المالكيه هنا يعني اقرب الى الايه الى الرجحان لانه الصلاه لا تصح الا بايه بالطهارتين الكبرى والصغرى طبعا الكافر لا يخلو من الاحتلام او الايه الجمع والاحباط العام في الثواب قال لامضاء ما فعل فليحرر ولكن كلام ولكن كلام حشيث الخرشي هو الاقوى فهو المعتمد كما قال شيخنا انه ايه ان الغسل كالوضوء في بطلان بطلانه بالرده ثم قال ايه تنبيه الشيخ الصفدي المالكي من جمله الاعمال الحج فإذا ارتد الحاج بطل حجه فإذا عاد للاسلام طولب بالحج ثانيا ولا يعود له ثواب اعماله السابقه على الكفر يعني هنقول ايه مثلا يعد له ثواب رمضان ثواب الحج ثواب باقي الاعمال طبعا لا لأنه ظاهر الايات كما ذكرنا في التفسير لئن اشركت لا يحبطن عملك ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره ايه من الخاسرين ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ها ظواهر القرآن تقول ببطلان ايه؟ أعمال المرتد. فإن قلت ما تصنع بقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار فيها خالدون فإنه يقتضي ظاهر الآية أنه لا لا يحبط عمله إلا إذا مات كافرا الآية البقرة دي فالجواب أن الآية من قبيل اللف والنشر المرتب في البلاغ عندنا لف ونشر اللف والنشر يعني يذكر شيئين ثم يذكر شيئين وكل واحد من الشيئين يعود الى الشيئين الاولين اقرب الى الفهم ايات القصص ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله يبقى ذكر الليل والنهار لتسكنوا فيه ترجع لليل ولتبتغوا من فضله ترجع ده اسمه لف ونشر يعني ذكر شيئين ثم ذكر بعدهما شيئين وكل واحد من الشيئين اللي هم متأخرين يرجع لواحد من المتقدمين ومن رحمته جعلكم لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي الليل ولتبتغوا من فضل إيه؟ أي النهار ده اسمه اللف والنشر عندنا في البلاغة مرتبة اسمه لف ونشر وفي نشر لف ونشر غير مرتب يعني يعني الثاني يرجع للاول والاول يرجع للثاني ده اسمه غير مرتب لكن ده مرتب شيئين وكل واحد ايه يرجع للأول الاول للاول والثاني للثاني بس ده فاما الذين اسودت وجوههم ايوه يعني بدا بهم ايوه غير مرتب يعني فهنا يقول فقوله فأولئك حبطت أعمالهم راجع لقوله ومن يرتد منكم وقوله وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون راجع لقوله فيمت وهو كافر يبقى حبوط الأعمال راجع للمرتدين والخلود في النار رجع لمين للذي مات كافرا ولم يسلم بعد الردة هذه عشان الآية تنتظم مع قوله ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لأن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله عايز يقول هنا في آية البقرة زاد قيد فيمت وهو كافر يعني اشترط في حبوط الأعمال أن يموت كافرا لكن لا هنا عايز يقول فيه جزاءان فيه ايه جزاءان <applause> في جزاء حبوط الأعمال <applause> وفي جزاء خلود في النار يبقى لازم كل جزاء يرجع إلى ما يليق به بيقول حبوط الأعمال يرجع إلى الردة والخلود في النار يرجع إلى الموت على الكفر يبقى كده إيه انتظمت الآيات مع بعضها وقوله لئن أشركت لا يحبطن عمل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره من امته لان جميع الانبياء معصومون من الكبائر والصغائر فضلا عن الاشراك دائما الايات اللي هي فيها خطاب للنبي عليه الصلاه والسلام مراد بها الامه زي ايها النبي اتق الله وهو سيد المتقين صلى الله عليه وسلم ومعنى اتق الله اي الدوم على تقوى الله عز وجل. دم على تقوى، المرض بها الدوام. و يعني حينما يوجه الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام يبقى مراد به الأمة. لابد أن تفهم هذا. تقول يعني طب ليه القرآن بيقول كده؟ وبعدين قال يعني عبر بإن لإن أشركت. لإنه إن تفيد الشك وعدم الجزم يعني لا يحصل لا يحصل أو على سبيل الفرض والتقدير زي قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عبدي عبر بين أي على سبيل الفرض والتقدير ثم قال ضمن نواقض الوضوء قال وينتقد الوضوء بالشك في الحدث يبقى عندنا الاحداث اللي هي ما يخرج من السبيلين والاسباب زي النوم والاغماء والسكر دي اسباب احداث لانه النوم والسكر والجنون والاغماء إذا خرج منه شيء لا لا يشعر به لا يشعر به فينتقد الوضوء بها والردة لحبوط الوضوء والعمل احنا عندنا من ضمن الأشياء اللي هي نواقض الوضوء غير الأحداث وغير الأسباب مع الردة الشك في الحدث وده رأي الملكية فقط خلي بالك المالكية هم الذين يقولون الشك يبطل الايه؟ الوضوء يعني توضأ ثم شك هل خرج منه ريح أو لا يبقى بطل الوضوء لكن عند غير المالكية اليقين لا يزول بالشك ما دام متيقن من من الوضوء فلا يزول بالشك عند الجمهور ولذلك الناس الموسوسة نقول لهم امشوا على رأي الجمهور وما تتوضأوش يعني اللي مبتلى يعني بالشك والوسوسة يا ترى أنا خرج مني ريح ولا ما خرجش أنا بعد ما توضيت متأكد إنه توض دخلت الحمام ولا لا توضيت ولا خرج مني ريح ولا لا فهنا نقول له خلاص يمشي على رأي الجمهور أي أيوة. لا ما فيش فرق ما فيش فرق يعني احيانا الانسان بيبتلى بمرض الوسواس قال وبالشك في الحدث اي أيوة وكذلك الشك في السبب يعني واحد مثلا نام يقول يا ترى انا نمت نوم ثقيل ولا خفيف؟ شك شك في السبب هنا هو النوم ضمن اسباب الاحداث هو يقول انا توضيت ونمت بس ما عرفش ايه هل نمت نوم خفيف شاعر بما يخرج مني ولا نوم ثقيل ما عرفش ايه اللي حصل برضو الشك في الحدث زي الشك في السبب واما الشك في الرده قال فلا يبطل الوضوء يعني واحد يقول انا هل هل صدر مني كلام يوجب الرده او لا مش فاكر يعني واحد غضب غضبا شديدا اخرجه عن طوره يقول والله انا تلفظت بالفاظ بس مش عارف تلفظت بايه يعني. شك هو هل فيها كفر او لا هنا لا ينتقد الوضوء لا ينتقد وكلام المصنف هنا في من حصل له الشك في طرو الحدث قبل الدخول في الصلاه او في اثنائها، خلي بالك يعني في حدث قصدي شك يعني قبل الدخول في الصلاه وفي شك بعد الدخول في الصلاة نوعان يعني الشك نوعان شك قبل الدخول وشك بعد يقول أما إن شك بعد الفراغ من الصلاة فلا يكون ناقضا للوضوء ليه يجيب حاجة بها سكر

كالشك في الأسنان يبقى إذا هيستمر لآخر الصلاة اللي هو شك يعني دخل في الصلاة وقال يا ترى أنا إيه خرج مني ريح ولا لا نقول له إيه استمر استمر في في الصلاة ثم إن بان له أنه خرج منه ريح يقطع وجوباً وإن بان له أنه لم يخرج منه شيء فالصلاة إيه؟ صحيح خلي بالك المسألة دي يعني مسألة مهمة جدا لأنه بيحصل منها كثير جدا أما إن شك بعد الفراغ الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر فيها خلي بالك المسألة دي يعني واحد بعد ما سلم شك هل انا خرج مني ريح او لا نقول له لا خلاص الشك بعد الصلاة لا معنى له لا معنى ايه لا معنى له لكن اثناء الصلاة نقول له استمر لاخر الصلاة ان تبين انك خرج منك ريح تعيد الصلاة من تاني تبين ليك انه لم يخرج منك شيء الصلاة ايه صحيح لكن قبل العبادة ما يجوز لكش تدخل في العبادة حتى تتحقق يبقى هم كم مسألة دول؟ ثلاث مسائل يبقى قبل العبادة لا يجوز الدخول حتى يتحقق من الطهارة لأن الذمة عامرة لا تبرأ إلا بيقين في الصلاة يستمر إلى آخر الصلاة إن بان له أنه لم يخرج منه شيء الصلاة صحيحة بان له أنه خرج منه شيء يقطع الصلاة لا يتمها يعني بعد أن عرف انتقاض الوضوء إذا شك بعد السلام لا شيء وبعد المسائل الثلاث إيه؟ ليه؟ قال أما إن شك بعد الفراغ من الصلاة فلا يكون ناقضا للوضوء لأنه شك طرأ بعد سلامة العبادة أن طول الصلاة وهو متيقن من الإيه؟ من الطهارة فالصلاة صحيحة فلا يطالب بالإعادة إلا إذا تيقن الحدث بعد السلام تيقن أنه كان دخل دولة المية ولم يتوضأ أحدث ولم يتوضأ تأكد يقول له خلاص يبقى توضأ وأعد الصلاة لو في لو في آه لو هو يعني الإمام الحكم واحد الحكم المأموم والإمام واحد بمعنى أنه هو يعني طول الصلاة متيقن من الوضوء بعد ما سلم شك صلاه المؤمن صحيح ونقول له هو اذا تاكدت يبقى تتوضا وتعيد الصلاه اذا يعني ما تأكدتش يبقى الصلاه صحيحه ليك ولهم لك ولهم ليه لانه الصلاه كلها لم يطر فيها شك ما هناك فيه قاعده بتقول ايه عندنا في الفقه المالكي كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث أو نسيانه أنت صليت بالناس من غير وضوء <applause> يعني دخلت على يقين أنك متوضأ بعد السلام تبين أنك أنت إيه؟ ما كنتش متوضأ قلت أنا دخلت دورة المية ساعة كذا وما توضيتش بعديها بس بعد ما صليت يبقى صلاة المأمومين صحيح أنت اللي هتتوضأ وتعيد <applause> هذه معنى كل صلاة بطلت على ما بطلت إلا في سفك الحدث والنسيان سفك الحدث وهو راكع خرج منه ريح وهو ساجد خرج منه ريح يستخلف بشرط ما يعملش حاجة وهو راكع يقول إيه لأحد المصلين صلي يا فلان صلي يا فلان سلس عنده سلس ما السلع بالسلس ده صلاته صحيح يستخلف ليه لا لا اصل صاحب السلس ده ده معفو عنه يعني حدث معفو عنه واذا صحت الصلاه للامام صحت للمأموم مش معناها تبقى بطلع المأمومين وصحيح ليه ما ينفعش خلاص ما دام الشارع قال له صلي بالسلس يبقى يجوز انه يصلي مأموم ويصلي امام بس الافضل أن يصلي الصحيح الأفضل يعني لكن إذا صلى هو صلاة صحيح فيش فرق يعني بين الصحيح والمريض في المسائل دي قال يعني هذا هو المعتمد كما في حشية الخرشي خلافا لما في السكندري اللي هو الشك الطارئ بعد السلام هذا المعتمد أن صلاة الإيه الذي يشك بعد أداء العبادة صلاته إيه صحيح قوله آه وينتقد ينتقد الوضوء بالشك في الحدث كأن يتوضأ وهو على يقين من الوضوء ثم يشك هل أحدث أم لا لأنه في فرق بين اللي يشك في الطهارة ويتيقن الحدث دي مسألة يعني هو متأكد إن هو دخل دولة المية أو خرج منه ريح ثم شك هل توضأ بعد ذلك أو لا يبقى هنا الشك في الطهارة وليس في في الحدث ده قولا واحدا يقطع الصلاة ولا يدخل في الصلاة ولو في الصلاة يقطع يقطع الصلاة وكذا لو تيقن الحدث وشك هل حصل منه قبل الوضوء أو بعده دي برضو مسألة تانية وكذا شك بين السابق منهما يبقى شك في الحدث شك في الناقض شك في السابق منهما يبقى كم مسأله؟ ثلاثة آه. واضح؟ ها آه. طبعا الشك قبل العبادة لا يدخل فيها حتى يتيقن في كل المسائل لازم قبل ما تدخل تكون متيقن من الطهارة من طول ما انت شاك خلاص تتوضا قولا واحد بعد الدخول في الصلاة إذا كان الشك في الحدث هيستمر للآخر ثم إن تبين له أنه انتقد يعيد الصلاة يتوضا ويعيد الصلاة تبين أنه لم ينتقد يبقى الصلاة صحيحة دي المسألة الثانية بعد كده الشك في السابق منهما دي فيها قولان يعني قول انها زي المسألة الأولى يستمر إلى آخر الصلاة ثم إن تبين أنه أحدث يعيد الصلاة يعيد الوضوء والصلاة وإن لم يتبين له شيء صلاته إيه؟ صحيح ومعنى الشك قلنا استواء الطرفين الشك غير الظن الظن يبقى في حاجة مرجحة على حاجة. يعني مرجح الوضوء على الحدث أو مرجح الحدث على الوضوء. ده اسمه ظن. أما الشك يكون مستوي إيه؟ الطرفين. مش قادر لا يرجح ده ولا يرجح ده. ولذلك قال المراد بالشك استواء الطرفين لا ترجيح لأحدهما على الآخر. وأولى في النقد برضه. اللي هو الشك في الناقد. إذا ترجح احتمال الحدث وكذلك ينتقد إذا تيقن الحدث وشك هل توضأ أم لا وأما إذا ترجح احتمال الحدث فلا نقضى لكن يستحب له الوضوء إذا ترجح عنده احتمال الحدث مش, مش خروج الحدث احتمال لأنه الاحتمال ده قريب من الوهم. قال آه. فلا معنى له. وكذا لو تيقن الحدث وشك هل حصل منه قبل الوضوء أو بعده الموضوع أن كل من الحدث والطهارة محققان. والمراد به استواء الطرفين على المعتمد كان في حاشية الخرج وقرره شيخنا خلافا لما نقله في الحاشية هنا عن المواقف فمن توهم عندنا الوهم طبعا ضعيف جدا شك وظن ووهم فمن توهم أن الحدث سابق وظن تأخر الطهارة فوضوءه صحيح على المعتمد خلاف الموضوع الوهم ضعيف جدا يعني يعني لما بيقول حاجه بتخطر بباله وتذهب لا ما يميل شيء ضعيف جدا توهم التوهم ده قريب من الوسواس <applause> التوهم قريب من الوسوسة <applause> يعني حاجة تخطر بالبال وتذهب يعني الشيطان يقول له أنت مش متوض أنت مش متوض ويسكت شوية عنه هو متأكد أنه متوضي بس ايه يجي وهم كده وسطاني لكن عاد الظن عاد والشك ده بيبقى ملازم يعني لا يذهب من البال لكن ده ينزل ويذهب يروح ويجي يعني بيقول هنا في ثلاث صور بقي ثلاث صور فيها النقط الأولى شك في الطهارة والحدث وشك في السابق منهما شك هل توضأ أو لا وشك هل أحدث أو لا بس مش قادر يقول من الأول أيهما أول الوضوء ولا الحدث الحدث ولا الوضوء مش عارف السبب الثانية تيقن الحدث متأكد أنه خرج من ريح أو دخل دورة الماء يتبول أو تبرز وشك في الطهارة يا ترى أنا توضيت ولا لا وشك بعدين شك في السابق منهما يعني عنده يقين في الحدث وشك في الطهارة وهناك شك في الطهارة والحدث معا والثالثة قال تيقن الطهارة وشك في الحدث وشك في السابق منهم ذكره الخرشي وغيره وقرره شيخنا والثلاثة يعتمد النقط يعني كده هيتوضأ ويعيد إيه الصلاة فإن قلت كيف يتأتى, يتأتى تيقن الوضوء والشك في الحدث مع انه يلزم من الشك في احد المتقابلين الشك في الاخر. يعني عايز يقول لا يجتمع اليقين مع الشك. يا شاك يا متيقن. فالجمع بين تيقن الوضوء وشك الحدث تناقض. كيف انا متيقن من الوضوء وكيف شك في الحدث؟ لو انا شككت في خروج الحدث يبقى شاكك في صحه الوضوء ما متيقن آه. قلت اجاب شيخنا الامير بان شرط التناقض اتحاد الزمن وزمن التيقن هنا غير زمن الشك يعني هو متيقن من الوضوء مثلا من ساعتين ثلاثه كان متوضا ثم ترى الشك في الحدث ويترتب من الشك في الحدث الشك في الوضوء يعني هل خرج ريح او لا يبقى كده في شك في الوضوء هيس... يعني هينتقل الشك من الحدث الى الوضوء لانه خلاص الوضوء بيجي مشكوك فيه كده هو, مت... هو فعلا متاكد من الوضوء انه متوضا تمام لكن الحدث في بعد ساعتين شك يا ترى انا خرج مني ريح ولا لا؟ يبقى سار الشك من الحدث الى ايه الى الوضوء فهنا بيقول تغير الزمن هو يعني مش معناهش تبعه في مجلس يعني مش معقول واحد يتوضى وبعدين يشك في الحال طب هو مكمل الوضوء لسه يعني عايز يقول انه ما يبقاش فيه تناقض اذا كان الزمن متباعد لكن زمن واحد مستحيل طبعا ان الواحد يجمع بين اليقين والشك في وقت في ساعه واحده يعني معقول واحد انت بتتوضا وخلصت وضوء وجيت هنا تصلي تشك في الوضوء او انه خرج منك حاجه ولو خرج هتعرف اهو نعم مستنكح. الا المستنكحة. المستنكح المستنكح ده عاد مش داخل معانا هنا في التفاصيل دي دايما المستنكح الشيخ الدردير قال عليه لا دواء له مثل الاعراض عنه يعني مهما يقول الشيطان انت ما توضيتش لا توضيت انت صليت أربعة لا صليت صليت أر... أربعة ولا خمسة لا أربعة أو صليت خمسة يبني على الأكثر دايما يبني لا دوك اللي هو غير مستنكح يبني على اليقين لكن ده يبني على الأكثر دايما يبني على أنه متوضل. يا يبني على أنه أتم الصلاة <applause> قال لأن المراد هنا تيقن الوضوء أولا أهم شيء وشك في طرو الحدث ثانيا يبقى هنا الشك في الحدث قوله هذا في غير المستنكح وهذا في غير المستنكح فإن كسر الشك منه فلا وضوء عليه قولا واحد قراج للصورة الأولى فقط اللي هو شك في الطهارة والحدث وشك في السابق إيه منهم وهي قوله هناك كأن يتوضأ اللي هي كأن يتوضأ ثم يشك هل أحدث أو لا ده المستنكح خلاص على أنه متوضأ وليس راجعا للثانية التي يقولوه وكذا لو تيقن الحدث وشك في الوضوء لا ده لازم يتوضأ لانه هو متيقن انه اخرج ريح او تبول او تبرز مشك اتوضيت ولا لا يبقى لازم يتوضأ مفيش كلام دي ما يدخلش فيها اللي. فانه يجب عليه الوضوء ولو استنكحه الشك <applause> لانه ده ايه متاكد من خروج الريح او خروج البول او الغاز لكن يشك هل توضا او لا لا لازم يتوضا حتى ولو استنكحه الشك <applause> فإنه يجب عليه الوضوء لو استنكحه الشك هذا ما على ارتضاه محش التتائي واعتمده الشيخ في حشية الخرشي خلافا لظاهر شريحنا وصريح عبد الباقي تبع لابن عمر والأقفاس فإنه ضعيف وعبارة محش التتائي قال إيه؟ قال عبد الحق في نكته إن لم يتقدم له يقين قبل هذا الشك إن هو يقين الوضوء انه متوضا فلا بد ان يتوضا مستنكحا كان ام لا وان تيقن الوضوء ثم طرأ له الشك فان كان مستنكحا فلا شيء عليه اهم حاجه عندنا سلامه الوضوء سلامه الطهاره إنما لو شك في الحدث ومستنكح نقول له لا خلاص لا شيء عليه صلي لأن يعني الشيخ الدرديل قال لا دواء له مثل الإعراض عنه الوسواس سواء في الصلاة أو في الوضوء أو في الغسل أو في الاستنجاء أو الاستبراء أو في الشياب أنه يعني في واحد يقعد يفتش في ثيابه تلقاه يفضل يغسل الحتة دي والحتة دي والحتة دي تلقاه غسل الجلابية كلها عشان شاكك في نقطة بول جت عليه ومش عارف هي فين فكل شوية الشيطان يقول في الكم ده في الكم ده لا في الحجر لا دي جت من ورا لا في الديل كل ما يشك في حتة يمسك ايه يغسلها إلى غسل الجلبية كلها عشان نقطة بول لا خلاص ولذلك يعني الش... قالوا ينضح السوق المشكوك فيه ينضح يعني يمسك شويه ميه ويعمل كده ينفض عليه ميه وخلاص مش يقعد يغسل قال والمستنكح بالكاف يعني فتح الكاف هو الذي استنكحه الشك يعني كانه تزوجه الشك هذه <applause> كلمه مستنكح يعني اي داخله الشك دخل في قلبه قال فهو مغلوب مقهور اللي سموه الوسواس ايه؟ القهري الوسواس القهري اللي هو لا يمكن التخلص منه وأما المستنكح بالكسر قال فهو الشك الغالب ده هو اللي بيشك فقوله بأن يكسر منه الشك تصوير للمستنكح أي لحالته التي هي ايه؟ الاستنكاح فإن كثر منه الشك أي بأن يشك في كل وضوء أو يعتريه في كل يوم من مرة فأكثر اللي هو بيفسر الشاك الكثير أن يشك في كل وضوء أو يعتريه في كل يوم مرة فأكثر بإن كانت عادته ذلك وينبغي أن يجري في الشك هنا ما جرى في السلس اللي هو يأتيه السلس كل يوم مرة فأكثر فإن زاد زمن إتيانه على زمن انقطاعه او تساويه فمستنكح هو ياتيه الشك كل يوم مره او اثنين او ثلاثه ما دام زاد عن مره مره فاكثر كل يوم يعني لكن اللي يجي كل اسبوع لا يكون مستنكح او كل ثلاثه ايام لا يكون مستنكح وإن قل عن مرة يعني يبقى إيه فلا وليس المراد بزمن إتيانه الوقت الذي يحصل فيه بل جميع اليوم الذي يحصل في بعض أوقاته وكذا يقال في زمن انقطاعه أي فإذا أتاه يوما وانقطع يوما كان مغتفرا بمنزلة إتيان السلس نصف الزمن اللي هو ياتيه الشك يوم ويوم برضه يعفى عنه يعني يبني على الاكثر واذا اتاه يوما بعد يومين فلا يبقى قليل قاله الشيخ في حشيه الخالص قال الزرقاني واذا اتاه يوما في الغسل ويوما في الوضوء شك يعني ويوما في التيمم يبقى ثلاثة أيام كده فيكون مستنكح لأنه كده كل يوم قال لأن الوسائل يضم بعضها إلى بعض ولا تضم الوسائل للمقاصد كالصلاة فالوسائل مثلا هي وسوسة الوسوسة تأتي في الوضوء وفي التيمم وفي الصلاة وفي الطهارة مثلاً يبقى كده ايه يبقى وسواس كثير وسواس ايه كثير, كثير. يبقى كده نقف على انتقاد الوضوء بمس الذكر ايوه الوسائل لوسائل النقد وسائل البطلان